ما حكم المرأة التي تخرج من بيتها وهي كاشفة الوجه ومظهرة الكفين؟ عاصية لله عز وجل، هذه عاصية لله عز وجل، لأن الله أمر النساء بالحجاب، ومن الحجاب ستر الوجه، فإذا لم تستر وجهها فحجابها غير كامل، عليها أن تستر جسمها، والوجه أشد فتنة من غيره، لأنه مركز المحاسن ومنظر الناس، هو أشد فتنة. نعم.